بكم في جولة جديدة مع الصحافة العالمية اليوم الأربعاء 15 يناير، نستعرض فيها أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العربية والأجنبية، ونبدأها بالجارديان. المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور، وعلى CNN أحداث عنف في أول أيام الاستفتاء على الدستور في مصر، وعلى واشنطن بوست مقتل 11 شخصا في اشتباكات في أول أيام الاستفتاء على الدستور، وعلى الشرق الأوسط إقبال كثيف في الاستفتاء على الدستور المصري والنتيجة السبت، وعلى القدس العربي الأمن المصري يفض مسيرة لرافض استفتاء الدستور في الأسكندرية، وعلى السان هيرالد نعم تبدو الاختيار الوحيد للمصريين في الاستفتاء على الدستور. شكرا لمتابعتكم.